في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على أشهر الأكلات اللي احنا بنغلط في نطقها كعرب وكمصريين بالأخص. يلا بينا. أول أكلة معانا ومفيش بيت مصري بيخلى منها بالذات على الفطار هي الطعمية. بالإنجليش طعمية مشهورة إنها اسمها فلافل. فلافل مش جرين برجر بقى وجو الهبل ده، اسمها فلافل. فلافل. تاني حاجة معانا وكلنا بناكله تقريبا في كل وجبة هو العيش البلدي، في مقابل ليه في الإنجليش اسمه pita bread. pita bread. pita bread. عشان لو كنت مسافر بره ولا حاجة ونفسك خدتك للعيش البلدي وعاوزه ممكن تطلب pita bread. من الحاجات برضو اللي مشهورة جدا واحنا بناكلها على الفطار البيض، بس البيض ليه انواع كتير. في عندنا بيض مقلي وفي بيض مسلوق. البيض المسلوق اسمه boiled eggs والبيض المقلي اسمه scrambled. scrambled. scrambled eggs. من الحاجات كمان الاساسيه اللي بناكلها جدا العسل، بس المشكله ان احنا ما نعرفش بالانجلش غير عسل النحل اللي هو honey، لكن العسل الاسود اللي برضه مشهور جدا عندنا اسمه بالانجلش molasses. 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 يبقى عندنا honey عسل نحل وعندنا العسل الاسود اسمه molasses. molasses. لما تبقى قاعدة مع خطيبك في ستاربكس وبتفطروا مع بعض كده وقاعدة رومانسية وعاوزة ترسميها ما تقولهوش انا عاوزة كرواسو، لان بالانجلش اسمه كروسانت. ها ورايا كده كروسانت. كروسانت مش كرواسو، عشان تعرفي ترسميها صح يعني. نخش بقى على شوية اكلات مصرية مشهورة جدا عندنا ويمكن كمان في الوطن العربي. اول حاجة المحشي. المحشي بالانجلش اسمه stuffed rice. stuffed rice. واي حاجة محشية عموما اسمها stuffed. stuffed. عندنا كمان ملوخية. الملوخية بالانجلش اسمها green soup. green soup. يا ما نفسي فيك يا ملوخية والله العظيم. green soup. عندنا كمان شوربة. شوربة بالانجلش اسمها soup. soup مش soap عشان في ناس بيقولوها soap. soup. 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 طيب شوية اكلات ايطالية بقى. طبعا اول حاجة عندنا بنغلط في نطقها هي البيتزا. بالانجلش اسمها بيتزا. بيتزا. مش بيتزا، اوكي؟ بيتزا. الزي بتتنطق تي اس هنا. بيتزا. بيتزا. المكرونات بقى على اختلاف انواعها وشكلها ممكن تقول عليها باستا، ممكن تقولوا عليها سباجيتي. سباجيتي اللي هي المكرونه الاسباجيتي يعني، وممكن تقول عليها ماكرني. 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 قبل ما انسى، السلطه بالانجلش اسمها سالاد. 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 من الحاجات كمان الغربية اللي احنا بناكلها كعرب هو المايونيز. بالانجلش ما اسموش مايونيز، اسمه مايونيز. مايو. مايونيز. عندنا كمان الكاتشب. النقطة بتاعه بالانجلش قريب هو كاتشب. ك ك كاتشب. او في امريكا وكندا بيقول عليه كاتسب. كاتسب. عشان لو انت عايش هناك وسمعتها ما تستغربش. كاتسب. كاتسب. شوية بقى مشروبات في الكافيه وانت قاعد على القهوة كده مع صحابك. اول حاجة القهوة. القهوة على اختلاف انواعها اسمها بالانجلش كافي مش كافي. كافي ده المكان، القهوة اللي انت بتقعد فيها، لكن القهوة ذات نفسها اللي بتشربها اسمها كافي. كافي. يبقى عندنا كافي المكان وعندنا كافي. كافي القهوة. الحاجة الساقعة بالانجلش عموما اسمها سودا. سودا. سودا درينك. ممكن بقى يبقى بيبسي مش بيبسي. بيبسي. ممكن تبقى فانتا مش فانتا. فانتا. ممكن تبقى سيفن مش سيفن. 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 سيفن اب. وكلهم اسمهم سودا. سودا. من المشروبات المشهورة جدا اللي احنا بنشربها في استراحة او في قهوة او في كافيه الميلك شيك، بس احنا بنقول عليه ميلك تشيك. هو اسمه ميلك شيك ايا كان بقى، سواء بالشوكولاتة او بالفراولة، اسمه ميلك شيك. انما ميلك شيك دي يعني موزة باللبن. يعني انا مش فاهم حضرتك داخل تشقط واحدة ولا داخل تشرب باحترامك، اوكي؟ ميلك شيك دي حاجة والنطق الصح هو ميلك شيك. ميلك شيك. الحلويات بقى اللي بنغلط في نطقها، اول حاجة كده معانا وش حلويات اسمها ديزرت مش ديزرت. ديزرت دي الصحراء، اوكي؟ ديزرت. 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 عندنا كمان الشوكولاته. الشوكولاته بالانجلش ما اسمهاش شوكوليت. الاو الثانيه ما بتتنطقش، اسمها تشوكليت. 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 عندنا كمان البسكوت. بالانجلش البريطاني اسمه بسكتس مش بسكوت او بسكويت. في ناس بيقولوا بسكويت، المهم يعني مع احترامي ليهم بالانجلش اسمه بسكتس
وبالامريكان انجلش اسمه كوكيز كوكيز كوكيز. اخر حاجة معانا وهو المشروب الوطني في مصر عصير القصب او عصير القصب بالانجلش اسمه شوجر كين جوس. وخد بالك عصير عموما اسمه جوس مش جوس في دي خفيفة في الاول كده جوس شوجر كين جوس شوجر كين جوس. لو جوعتك بسبب الفيديو دوت يبقى شير ولايك وروق علينا. Thank you and wish you all the best.